انا مش ادينا شاسي، لا راه مش ادينا والو. انا كان جايب واحد البيسه هذا رب يمهم هذا بيضاتهم. ناقوس بالفقير بقى مش دينا كاع. يلا دخل دابا الحديد في حبات صراحه، وخا رغم العيوب اللي فيه في حبات. شنو العيوب؟ عيب واحد تبارك الله ما شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا مقنين فيه طاشات في الراس ديالو ما شاء الله الاخوان. كره اليوم يعني طايحين في الثمن. ما شاء الله الاخوان كره اليوم يعني طايحين في الثمن. كاين اللي يدير لهم 130، كاين اللي يدير لهم 120، كاين اللي يدير لهم 100 درهم، ولكن ضروري ما تحلب. كيف ما كتشوفوا هادو كيقول 100 درهم ولكن يعني ضروري ما نقلبوا. بالنسبه للحداد الحداد الاخوان 40 درهم. الله يسخر لكم. تبارك الله ما شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا مقنين فيه طاشات في الراس ديالو. بالنسبه لهذا خويا الاصل ديالو واش قرع ولا جدر؟ الاصل ديالو واش قرع ولا جدر؟ يعني انت شاري. بالنسبه للثمن 700 درهم اكد منه، حيت اللي غادي يشري راه غيجي تيقلب. ها هادشي اللي كاين فهمتي. والمنقار ديالو راه باقي فيه الكحوليه يعني مازال يلا خارج من البداله. الثمن الاخوان كيقول 700 درهم، واللي بغاه اكيد يجي حتى يتفاهم معاه. يعني دابا كان الاخ الكريم كيبيع يعني الطير، ما كيبيعش الكلام، كيبيع يعني الطاشات اللي في الراس يعني الكلام. ياك ما قالش الكلام ديالو كيدير الكلام ما بيه اللي غياخذوا الله يسخر ليه فيه هادشي اللي كاين. وحتى الثمن هاد الاخر ما شيرش يعني بالنسبه للطاشات، كاين اللي كيقول لك 1000، كاين اللي كيقول 1200، واللي غياخذوا مرحبا الف مرحبا. ها 600 درهم والبيع ديالو مازال تقاد ان شاء الله. اللي بغاه غيقول لك شوف، غيقول لك غيقول لك من طرف عزيز طاير الحصول المغربي دير معاه ثمن زوين. النميره ديالك اخويا العزيز 06 03 48 01 0 01. عاود معايا النمره 06 03 48 01 0 01. تحياتي خويا، شكرا.
ديجا خدام مع الكرانار ولا مع مغني؟ خدام مع مغني تبارك الله. بالنسبه للكلام دابا كيضرب غير في الوقات يعني وكيعاودو يعني الخزانه ديالو زوينه. كنتمناو ان شاء الله اللي بغاه مرحبا الف مرحبا جيتي تسمعو. تمان اخويا والاخر ديالو انا راه سمعتك قلتي الاخر شغل السوا ديالو اخويا تبارك الله ما شاء الله جمالك جمال طوير ما شاء الله طوير في المستوى الاخوان واللي بغى اكيد يجي تسمعوا طوير راه ديجا خدام مع يعني مع مقنين يعني عاد مفرخ مقنين ماشي مع الكنار مع مقنين طير عنده قلت شي 4 سنين تبارك الله وطوير عاقل ما شاء الله بالنسبه للنميره ديالك اخويا 07 10 10 22 08 04 04 تحياتي خويا والله يسخر لك في الطوير طويره مليح تبارك الله سي مصطفى السلام عليكم السلام تبارك الله سي مصطفى من مقنين الكروبيون هذا تكير ياك كراس الرادي عندي فايت قدام لا مازال مازال ما خدم مازال شحال عنده دابا يعني عنده العام دابا عنده العام
بالنسبه للثمن ديالو شحال كطلب فيه؟ باغي ديال 600. 600 درهم. واللي بغاه مازال تنقص عليه. النميره ديالك اخويا مصطفى 07 07 17 84 35 96 تحياتي اخويا مصطفى. الله يسخر لك خويا اسماعيل. السلام عليكم. كيداير صافا؟ مزيان. كيداير مع الولاعه؟ شي بخير. كاين الطوير الاخوان عند اخ اسماعيل. بالنسبه لهذا خويا الاصل ديالو جزر. تبارك الله. كسيوه زوينه والعقوليه. وبالنسبه للكلام اخويا كلام ودان اكيد اللي بغى يجي تيسمعوا. هذا هو الشعار ديالنا. عندي فيديو ولا بغى نسرقوه؟ اييه ماشي مشكل. الثمن ديالو خويا اسماعيل؟ انا كنقول 800 درهم. الثمن دائما قابل للمفاوضه خويا اسماعيل. اللي بغى نقاد اييه يجي تيتسلط ليه. كاين شي طويره اخرى من غير هذا؟ كاين واحد راه معلق ليه. اييه وكاين هذا ديال الصديق. واخا نشدو. وبالنسبه لهذا خويا اسماعيل هذا صغير. قلتي لي اول بداله ليه؟ اول بداله عنده 6 شهور. باقي خاصو تشدويشه وتشدواش وتشماش يعني باش يتقاد باش يوقف. شويه العقاله. شويه. الثمن ديالو هذا؟ هذا كيبقى فيكس 300 درهم. فيكس. النمر ديالو. بالنسبة للنمر ديال الأخ الكريم 06 05 17 31 43. تحياتي خويا كنشكرك. الله يحفظك. الله يكبر بك. الاصل ديالو جدر. الاصل ديالو قرا. كيف الكلام ديال الجدور سبحان الله. لا راه حافظ من الجدر فيه. ولي حافظ من الجدر. كداك حيت الكلام اللي جايب راه ديال الجدور. هذا ما كان. غنقول لك اللي حيت انا كنسمع في الطير. الكلام ديال الطبيعه. العيب اللي كاين الاخوان واحد التمزيقه كيضرب الطير. اما الطير تبارك الله ما شاء الله هذا الكلام الثمن ديالو 1200 درهم. واللي بغاه اكيد مازال تقاد معاه ودير معاه الثمن مناسب. مرحبا مرحبا. ما قلتش عيب. النمرة ديالك اخويا العزيز 06 65 78 65 76. واللي بغاه يجي يسمعوا ويسمع معك الثمن. بغى فيديو واش بغى يسمع. مرحبا. الله يسخر لك اخويا. بعد ذاك الميسو شويه مشي يتكلم الطير. ما شاء الله. صافي غير بعدو لي. عمرو خدم؟ الطير عمرو خدم؟ لا عمر ما خدم. عمر ما خدم. الاصل ديالو جدر. الاصل ديالو جدر. بغينا نسمعوا كلامه. يدخل الكلام يدخل الخزانه الا بغاو. لا غاتسلو ان شاء الله.
كلام عادي، نقول لك كلام كلام انت غير يهدر. يلا واش شونجي خويا مصطفى. بالنسبه خويا للثمن ديال الجدير، خويا الثمن ديال الجدير اخو نقول 1500 درهم. 1500 علاش درت لي 1500 درهم؟ سولني علاش؟ علاش اخويا؟ ما بغاش يخرج ليا بكلامه، شتي علاش درت لي 1500 درهم؟ كان غادي يجي يسمع نقول لي 2000 درهم. ما قلتش عيب. ومازال ان شاء الله تقاد، مازال. راه كيضرب طير قدام. دابا غادي يخرج في الكلام وقعد عرسو. صافي خليه، كنتي غادي تجمعوا؟ خليه اخويا. نزيدوا في الثمن حتى دابا بغا يخرج، راه بغا يدوز. شوف الله يرضي عليك. ثمان قلتي 1500 صافي ومازال تقاد ان شاء الله. مازال شوف شوف خويا يعني بالنسبه لك اخويا يعني ما كتبانش في الصوره ولكن راه كلشي عارفك وعارف الطويرات ديالك. يعني عندك واحد الشعبيه ديالي بواحد. الله يرضي عليك صافي انت دابا دويش. لا ماشي ما كنبغيش نبان. انا كنجي الاساس ديال الفراخ نبيعو فهمتيني؟ فعلا. راه ماشي انا نجي نشوف نوري لا لا غير غير واحد القضيه دابا هذاك الشيء كيبقى حريه شخصيه ديالك. بغيتي تبان مرحبا، ما بغيتيش تبان يعني عندك يعني كامل الحريه. بالنسبه خويا الطوير قلتي 1500 درهم ومازال تقاد. عندك شي طويرات اخرين؟ اللهم بارك. كاين كاين ميسو وكاين طوير اخر وكاين طير كاين قرع قرع هذا جدر وكاين قرع. نعطيو النمره هنا اللي بغيتي خليها حتى الاخر. نعجبك خذ النمره وعاود نعطيوها لك. واخا مرحبا. النميره ديالك 06 29 24 25 85 90. ما فيش الحصور؟ لا اسمع اخويا هادشي اللي فيه راه كتسمع. راه كنقول لك دابا الحصور الحصور من المفروض انهم كيضربهم يعني من في الخزانه. فهمتي ملي غيدخل الخزانه هذيك الساعه ممكن انك تسمع الحصور ولا كيضرب بعدا الحالي ما كيضربش في الخزانه. شوفوا الطويرات الاخرين والهياجة. هذا القرية هذا تبارك هذا القرع. هادي هي جاي هادي هي الاصل ديالو قرا على اخوان. هذا شحال عنده دابا؟ عامين. عندو عامين. كاين هاد الزره يعني هاد التمزيق اللي ضرب الثمن ديالو شحال كتلف فيها؟ بحال بحال 1500. 1500 والكراطي الخدمه بجوج
راك كي سيد القارع يلا شام جيت القارع اشي سود فما كي يزعيني كيبقى سياط احنا كنحاولوا الاخوان قد ما امكن يعني نسمعوكم الكلام ديال الطير والخزانه ديال الطير. الا ما تكلمش الطير الاخوان اللي بغى شي حاجه يجي يسمعها يعني في بلاصتها. الطير راه كتعري عليه كتحطو راه اللي عنده راه كيقولوا في الفيديو مرحبا يعني عندك يحل الباب عندك يحل الباب يحل الباب هذا وقع فيه كيحل الباب هذا وكيدور يرجع ولكن هنا ما كنظنش غيرجع لا ما واش شفتيش دار شفتو مشى بغى يحل الباب ما لقيتش في الفيديو متشقه راه الهياج اللهم بارك غنقابلو مع الطير باش نقابلو مع تشوف تشوف هاتف 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 خويا مصطفى نشوفو الميسو مرحبا سمعوا الميسو مرحبا بالنسبه للميسو الاخوان حاولنا يعني نعريو عليه شن نسمعوه وهو عريان حيت الميسو ملي كيكون عريان كيضرب العيوب غنحاولوا قد ما امكن الاخوان انا ما كنحشمش من مول الميسو وحدايا خذ راحتك مرحبا واللي كاين الاخوان راه كنشدوها حتى نتوما كتعقبوا على اي كلام فيه العيب يعني مرحبا والف مرحبا دابا كيعيبوا لك عيبوا على الكلام اللي كاين في الطير لا بالنسبه خويا الطير يكون فيه العيب قلت لك اخويا مصطفى بالنسبه اخويا الاخوان اللي كيسمعوا الناس اللي عندهم الودينه كيف ما كنقولوا بهذا المصطلح الا كان شي طير فيه العيب راك تكتبوا لي في كومونتير بانه فيه مثلا تبربيره فيه مثلا حصور فيه مثلا دوبليه بحال ما هادي ياك كاينه ولا ما كايناش كمل 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 كتسمع يعني الناس عندنا كتولع او ميم طون يعني الناس اللي كتشري كتولع او ميم طون كتشري بحال دابا هذا يعني كيعطيو ثمنه على حساب يعني الكلام ديالو على حسب العيب اللي فيه بالنسبه لهذا فيه كلام تبارك الله هاز يعني ودانيه كيف ما كنقولوا ما شاء الله خويا مصطفى اول حاجه غنسولك اخويا الثمن ديالو الثمن اخويا كنقول 1700 1700 المهم الاخوان راه ما كنضربوش يعني الشمش بالغربال كنحاولوا نسمعكم الكلام كامل اللي في الميسو او اللي في اي طير وكما كنقولوا دائما احنا غير مسؤولين على الاثمنه هذاك الشيء اللي كاينو بنادم راه عنده ودنه وبنادم راه عنده فلوس صافي حتى عليك غير كتوصل لهم واحد الفرق كيسمعوه كياخذوا بالتراضي ديالو هو الطير ديالك باغي فيه مثلا القد والقد اللي عجبو مرحبا واللي ما عجبوش مرحبا وما تنساش واحد القضيه الثمن ملي كيسمعوا بنادم راه ضروري ملي غتسمع واحد 1700 ما كتسمعش 2000 درهم 3000 درهم يعني ضروري غتكون في واحد شوف ملي كنقولوا 3000 درهم والفوق راه كنهضروا على طير فينو اش من فينو فينو هو فينو فينو ما كاينش فينو هو فينو ما يبانش انا في قدام هضر من 3000 درهم والفوق والفوق راه صعيب بنادم كيقول لك والله راه خاصني ناخذ نقي وكذا باغي نقي راه كاينين الفراخ نقي راه نجيبهم ولكن خويا راه ما كاينينش الثمن واش راه نجيب لي فرخ مليحه صاحبي يجي يعطيني 3000 درهم وطير ديال مليون خويا مصطفى النميره ديالك مرحبا خويا عطينا النمره ونعاودو نعطيو مرحبا
06 26 24 25 85 90. تحياتي خويا، الله يسخر لك. شكرا خويا مصطفى. امين والله يسهل على الجميع. امين. ناقوس بالفقير باش ديناها كاع. يلاه دخل دابا الحديد في حبات صراحه، وخا رغم العيوب اللي فيه في حبات. شنو العيوب؟ عيب واحد ماشي شي حاجه على حسب الثمن ديالو، يجي منه ويجي علينا. انا ما شديناش عسيله، راه ما شدينا والو. انا كان جاب حد يسكر هذا رب يمهم هذا بيضاتهم هذا ماشي صح. والله انا ما انا كان جاب كان جاب معلومه واحد الصبر على كبر واحد شويه ما يبقاش في الدار كله ولا الفوليك ولا صح. جوم اللي تكون صغيره تلقاهم بحال كلهم. اه كيطلع بحال ما طلع كولورادا تقدر اخرج قال لي اخلي اخلي هادشي يشرب الماء كولورادا كيطلع كامل. بالنسبه لهنا قلنا الثمن هو 3500. تواضع معنا تواضع معنا اخويا تواضع معنا. لا لا تعطي الماء انا بلا اعطيه اخويا الله يحميه. ازكى راه حمي هذاك كتغوصي بلا وقت ولا حطو في يدك شي شرب على خاطر اخوان راه لا بغيت نشرب نشرب ديريكت عادي اخوان. بس اختي اللي تنطق فيها بلي اخويا سخون الحال الاخوان سخون الحال. ارحم ما في الارض يرحمكم من في السماء. اه صافي صافي. هذا اسمع لي انا نسد مع لي زابطي مع مسيد. هاو عندك عندك انا انا باغي يشرب شي واحد شان انا باغي يشرب. اللهم بارك. الطائره الاخرى الاخوان على المباشر انت والعود. خويا اش ما هضرنا على هاد الطويرات تكلمنا. هذا اكولي اخويا عزيز اكولي اكولي بيروش اكولي هذا ذكر. اييه هنايا المورينا السينامو هذيك كطير دابا حاليا. هادو كوبل هنايا ريفيت. اي سير عندي بغي يحطيه فوق التليفون. مرقد مرقد طيران الحر طيران الحر اللهم بارك. هنا بالنسبه لاكولي بيروش اكولي ارتوى ربي تفرج بها الاخوان. هذا الصولا يا خويا عثمان. اصلا كان يرى خويا العزيز فاش كيحبك كيولي صفر كامل. هاد الخضوريه اللي كاينه دابا فيه دابا حاليا كيبدلها. كتحيد الخضوريه هادي كامله. هاد الخضوريه كتحيد؟ كتحيد كيولي صفر. راه كتب سان كانيول. سان كانيول فوالا ولا الصولاي؟ الصولاي سان كانيول. دابا بالنسبه لكونيول سان الشمس. بالنسبه للاخوان دابا حيت خاصنا نعطيك واحد المعلومه اش كاين الجونداي اللي كيشبه البحر يكون خضر وراسه صفر وكاين الصوري اللي هو سان كانيول. اما احسن جونداي ولا سان كانيول؟ سان كانيول هو الاحسن. علاش؟ الكاركتر ديالو اللعب ديالو الانتيليجونس اللي فيه هذا هو علاش هو سان كانيول احسن من الجونداي. هذه معلومه من عند الاخ عثمان. وبالنسبه للثمن يعني كيتراوح ما بين بالنسبه لسان كانيول الثمن ديالو 3500 درهم. 3500 درهم الوليد اللي حاليا راه كاين متوفر. كاينين وليدات صغار ديال الحيمات حتى هما يا راه باقا فيهم شي حاجه قليله كيكونوا في الثمن يعني يطيح ولا لا 3500 درهم هذا هو الثمن ديالو. ياك هو الثمن ديالو. فهمت كاين اكثر عاوتاني كاين فيهم نورمال كاين فيهم سيليكسيون غوج عاوتاني كان شي حاجه نديتي عاوتاني فهمت الكاركتر ديالها مخير عاوتاني كتبقى على حسب بحال المقرين دابا شي طير اللي غير في جوج طلوقات راه ثمن اييه راه ثمن
وكاين لها الشريط الثمن اييه وطير مراكش في الثمن على حسب شنو تيقول وكل طير كيلغي بالغا اييه وعندك شي طير قدامك وسيدي سعاد كلشي كيشرب من العوينه من يديك ما شاء الله هذا هو الخير تبارك الله عليك اخويا عثمان تحياتي وتحياتي لجميع المتشبعين ديال هذه القناه بغينا نسمعوا من اللسان ديالك راه توحشوك اخويا صراحه جميع الاخوان وكنشكر جميع المتشبعين قناه طائر حسون المغربي بكل امتياز داخل المغرب وخارج المغرب واللي كيسعى في الخير الله يوفقه والله يعطيه الخير اللهم امين اخويا واللي بغى شي حاجه اخويا يتواصل معاك النميره ديالك اخويا الرقم اللي هو 07 77 51 850 00 وما تزبط الله يكبر بك اخويا عثمان شكرا تحياتي الله يحفظك خويا العزيز قرا ولا جدا مزيان مزيان الله يحفظك جدا شحال عنده امين امين يلا خرج من البداله الله خرج من البداله تبارك الله بالنسبه للعيوب اللي فيه الجدر واخا يجيب حصور ماشي مشكل غير ما يكثرهمش ياك الثمن ديالو 600 درهم شوفوا الكسوة ديالو بالنسبة للكسوة ديال الطيرة الإخوان هي هادي واللي بغى يتواصل مع مولاه بالنسبة خويا النميرة ديالك خويا 06 30 23 04 43 بارك الله فيك خويا شكرا الله يسخر لك اخويا السلام عليكم السلام سي حسن لاباس بخير الله يحفظك اخويا عزيز الجمال تبارك الله ديما الجمال اخويا عزيز وجديد تقربنا نخرجوا عاد ولاو كيقولوا القرعه 100 درهم سمعتي ما خويا ولكن اخويا حدي راسك حدي راسك ضروري خصك كونترول ملي كتسمع 100 درهم خصك تقلب ولا تجي معك شي واحد حريف بالنسبه للطويره اخويا الاصل ديالو الاصل ديالو جدار اخويا عزيز عنده عامين جدار عنده عامين الجمال اخويا الجمال رجيلات بيضين تبارك الله يلا خارج الكلام ديالو كيدير الكلام ديالو ودان 400 يعني كلام مرتب العيوب اللي فيه ما فيه كلام زوين اخويا عزيز حصيره ضروري 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 الجدوره ضروري اخويا الثمن ديالو البيع هو 500 درهم 500 درهم هو الله خير الكاش ديالو السيري والطير الله يبارك هو راه الكاش ديالو صافي هو كبير النميره ديالك اخويا حسن 06 51 73 73 94 94 19 19 الله يسخر لك اخويا حسن الله يحفظك اخويا عزيز شكرا شكرا يحفظك ويشكرك على وجهك تبارك الله ما شاء الله طوير في المستوى قرا ولا جدر كاين نتوما كانت معاه حتى هي قرعه نص لا راس كاين خو في الطاشي بالبيض في الظهر شوفوهم الى عندك مرحبا هاد اللي في الدار خذنا ايد فيسبوك وشي حد في طوير ما شاء الله الاخوان الاصل ديالو خويا قرعه قرعه الكلام اللي فيه كلام زوين فيه في حسره وحده اخويا يعني طير حفاضه اللهم بارك اش معاه في كلام زوين الثمن ديالو الثمن شي ثمن زوين شي ثمن زوين اقول شي ثمن زوين كيبغي بنادم تشمع كيبغي يسمع تشمع 800 درهم ولكن 800 درهم خصو يقول انا جاي يسمعو غايجي بنادم غايسمع ولا بغى شي واحد معقول نقصوا ليه شي العيوب مرحبا بالنسبه للنميره ديالك النميره خويا تحرقات ليا ما فيهاش كونتر غاتجي عندي في فيسبوك ندير النميره ديالك حتى بغيت نشوف شي حاجه تكون عندي في فيسبوك ونرفس بها شي حداك ياك انت في سباشه دابا اللي غادي يبغي يتواصل معاك غيتواصل معايا انا اللي غيتواصل معاك انت
سميت الفيسبوك ديالك داير فيه عثمان سباشا. عثمان سباشا عربيه ولا فرونسي؟ لا فرونسي. فرونسي شنو دير باج ولا دير لا لا فيسبوك بيرسونيل؟ اه تبارك الله كسي زوينه في صراحه. اه لا شي كيف الله يسخر لك اخويا تحياتي. سبحان الله العظيم. اه سبحان الله كي دايرين. اه ما شاء الله اصل ديالو جدر. هذا اصل ديالو جدر اخويا تبارك الله عرفتو. اه سبحان الله من قالوا بقى شحال يلا جاي في الصوره. شحال عنده اخويا حسن؟ عنده عام. يعني اول بداله ليه؟ اول بداله. ما سمعش فيه شي حصوره خويا حسن. لا مون خش بارك الله فيك. مازال يزيد 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 يجبح اخويا حسن. اه يزيد الفوليوم. اه اه خويا حسن شوفوا الكسوه ديالو خويا. الكسوه ديال الطيره الاخوان هي هذه وتبارك الله الطير بارفا. اه يعني بارفا خويا كشي طاي. اول مره غادي نهبطوا السوق الطير اخويا. الكسوه ديالو راه زوينه الاخوان خاصو غير شويه ديال يعني ديال العقاله. اه اختار الفندق اللي غياخذو يخدم مع اخويا حسن. اما الطوير تبارك الله راه كسيوه ديالو زوينه جمال. وكيف ما كيف ما قال الاخ حسن راه الطير يلاه خارج من البداله وباقي المنقار ديالو كحل. باقي كحل. النماره ديالك اخويا حسن 06 51 51 73 94 19 19. الثمن ديالو اخويا ما قلناش الثمن ديالو اخويا. البيع هو 700 البيع ديالو. اه والله الاخر ديالو. انا مازال تقاد ان شاء الله اخويا حسن. مازال تقاد ان شاء الله. مازال تقاد خويا حسن تبارك الله عليك خويا. شكرا تحياتي تحياتي خويا. Thank you.
خويا اسماعيل قول لي حدك ليه كي داير صافا مزيان الثمن ديال هذا خويا هذا 800 كنقول 100 درهم دار عندي 3 سنين مرحبا بالنسبه للنمره ديالك اخويا اللي بغا 06 02 02 03 03 51 74 74 تحياتي خويا اسماعيل الله يسخر ليك.